انا عايز اشجع المغرب، انا بحب المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دودو، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. هتشجع مين في كاس الامم الافريقية ده؟ هشجع المغرب والاهلي. ما الاهلي يعني مش هيلعب فيه. نحن شايلين عشان المغرب ومصر. المغرب ومصر؟ ايوه. طب ولو المغرب لعبت مصر تشجع مين؟ تشجع المغرب. قال ليه؟ اصل احنا المغرب ومصر. ايوه، واحنا من مصر. ايوه طيب، ما لما المغرب تلعب مصر بقى هتشجع مين؟ المغرب هتلعب مصر هشجع مين؟ هشجع المغرب برضو. ايوه. ليه يا عم؟ انا عايز المغرب. انت عايز المغرب؟ انا عايز مصر. انا هشجع الاثنين. انا هتشجع الاثنين؟ لا، لو هما بقى الاثنين هيلعبوا بعض بقى، مين اللي هتعوز مين اللي هيكسب؟ هشجع المغرب ومصر. ايوه، لو المغرب لعبت مصر هتعوز مين اللي يكسب؟ المغرب ومصر. ما ينفعش فريق منهم هيكسب، يا اما المغرب يا اما مصر. مين اللي انت عايزه يكسب؟ المغرب. عايز المغرب تكسب مصر؟ روح يا عم، روح يا عم. ده انت بس انت روح. المغرب مش هيشجعكم يا جماعه، شوفوا بيشجع المغرب اهو. انا عايز اشجع المغرب، انا بحب المغرب.